السلام عليكم خوتي اخواتي اعزائي المشاهدين، كنرحب بكم من جديد بطريقتي انايا. يعني انتم كما كتشاهدوا من كان نبغي نصور لكم مباشره ونعطيكم يعني الاثمنه مباشره، كيكون صداع بزاف وما يمكنليش نقبط الناس، يعني ضروري ما ندير المونتاج. اول حاجه غادي نبدا بها هما هاد الفيطات اللي جاوا على هاد الشكل هكايا، كيحتاجوهم الدراري بزاف من كنديوهم لابيسين. كاين الشكل اللي كيتلبسوا وكاين الفوطة العاديه، كل حاجه والثمن ديالها. كما كتشاهدوا هادو 149 درهم. كاين الاثمنه كتختلف، كاين 100 درهم، كاين 120 درهم، على حسب الفوطه ولا حسب الشكل. كذلك بالنسبه لهذوك اللي كيتلبسوا كيجيو للدراري زوينين، حتى الا كانوا عام وجاهم البرد كيكونوا شي شويه كيحميهم. بعد هادوك الموديل اللي هكا كيتلبسوا انا عجبوني وعمليين. كما قلت لكم الاشكال كثيره ومتنوعه، والاثمنه حتى هي كتختلف. هادو دايرين 129 درهم، معرف مالي كنزرب 129 درهم. هاد اللون هذا زوين. وكذلك انا في هاد الفيديو هذا ركزت بزاف على الملابس ديال السباحه فقط، وواحد شي شويه ديال الاحذيه ديال النساء. ملابس السباحه ديال النساء وديال الاطفال كذلك غتشوفوا في هاد الفيديو هذا. هاد السنيدلات هادو ديال البحر، وانا كنركز لكم الا بغيتوا تاخذوا صنادل خذوا صنادل اللي ما كيزلقوش، بالنسبه للناس اللي كيديو ولادهم لابيسين، حيت الماء لابيسين كيكون كيزلق. كنأكد خصكم تاخذوا لهم الصنداله ما تكونش كتزلق. وكذلك صورت لكم حتى لي بوي وجيليات، ماشي دائما كنقول لكم كما قلت لكم في الفيديو السابق، ماشي يسحب لك راه غير درتي ليه الجيلي راه ما غيوقع ليه والو، تخلي الدري يدخل للبحر ولا شي حاجه. ردوا بالكم لولادكم بزاف بزاف في البحر وفي لابيسين، قابلوهم وبقاو واقفين حداهم حتى يعوموا عاد طلعوا جلسوا كاملين مجموعين، ما ديروش الثقه. بالنسبه لهاد الاشكال ديال الجيليات كاين الاشكال كثيره 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 بزاف، وكل حاجه والثمن ديالها، كل حاجه ولا الصالحه. المهم انا حاولت نصور لكم هادشي اللي كاين اليوم في هذه الحلقه هذه. انتم كما كتشاهدوا كاين 100 درهم، كاين 150 درهم، كاين 149. المهم الاشكال كثيره، كاينين حتى هادو اللي كيجيو في الدرع اللي كنديرهم في الدرع ديالنا، هادو كنظن فيهم حتى شي حمايه بزاف، يعني كيصلحوا في لابيسيم. كيكون متر ناجور دايرين 79 درهم، الثمن ديالهم 79 درهم. هانتوما كما كتشاهدوا، وصورت لكم حتى الملابس ديال السباحه خاصه بالنساء المحتجبات، وكذلك صورت لكم حتى الملابس السباحه العاديين للبنات هكايا، حتى هما ولاو فيهم اشكال. كاينين اللي بالشورت ديالهم، كاين اللي كتلبس هكا على شكل كسيوه، يعني الاشكال متعدده. هادو كيتحزموا هكايا للاطفال، ها هي الصمطه ديالهم. انا ركزت على هادو باش صورت لكم، يعني صورتهم بغيتكم تعرفوهم. دايرين هادو 89 درهم، كاين واحد الشكل 149 درهم، قلت لكم على حسب الشكل وعلى حسب الجوده. كذلك نخليكم تستمتعوا بهذه العروض الجميله والرائعه، وغادي نقول لكم عطله سعيده والى اللقاء ان شاء الله. فيديو جديد دائما عفاكم، كنطلب منكم انكم تبارطاجيو الفيديوهات ديالي وديروا لايك وابوني باش يقدروا يوصلوا لواحد العدد كبير من المشاهدين، وتعم الفائده للجميع. ايوا تبقاو على خير وبقاو حتى نهايه الفيديو.